خليني أسألك بقى على المباراة القادمة، مباراة العودة اللي احنا دايما شفناه من جيلكم، واللي دايما الأهلي كمورثات بتنتقل من جيل إلى آخر، هي فكرة بحتفل وافرح يوم الانتصار، بقفل الصفحة وافكر في اللي جاي. الأهلي محتاج يفكر في ايه في اللي جاي في مباراة العودة؟ وشايف الأهلي حسم التأهل بنسبة قد ايه؟ يمكن ده شفناه النهارده. شفت فيديو للشناوي في اوضه اللبس بيقول لهم يا جماعه احنا لسه عندنا مباراه تانية. موسيماني وصل الرساله في المؤتمر الصحفي وقال في مباراه تانية. احترامك للخصم هو اللي بيكسب، صح؟ احترامك لامكانيات المنافس هو اللي بيخليك تبقى متفوق، لان انت لو حسبت في دماغك انك وصلت، ودي كلها مواقف احنا مرينا بيها واللعيبه دي مرت بيها، انك ياما مباراه هنا كنا متعادلين فيها والتعادل كان ايجابي بالنسبه للمنافس، ورحنا على ملعبه وفزنا بالبطوله كتير بالظبط. كنتوا عملها كتير بالظبط. فهي الفكره كلها انت كسبان عامل نتيجه ايجابيه 1-0، وكنت تقدر تحقق اكتر من كده، لكن في الاخر حققت نتيجه ايجابيه لعبا ونتيجه. الاداء كان شكل جيد والنتيجه ايجابيه بالنسبه للنادي الاهلي. احترم المنافس. موسيماني على ما اعتقد مدرب ذكي هيوصل اللعيبه ده، اللعيبه طبعا بمجلس الاداره بالجهاز الفني عندهم الخبرات وعندهم المعلومه ان احنا بنفرح لفتره محدده لحد ما نرجع. صحيح. مجرد ان احنا رجعنا بنبدا نجهز للمباراه اللي جايه. النادي الاهلي قطع 50% من الوصول للمباراه النهائيه، ما اقدرش اقول لك اكتر من كده. 50% عنده 50% للمباراه الثانيه. مطالب ان اللعيبه تكون في كامل تركيزها، ومطالب ان الاهلي يدور على الهدف الاول. الاهلي يدور على الهدف طبعا الأول. سجلت الهدف الاول خلاص الامور بتبدا تتسهل. طيب ده يستدعي انه الاهلي غير طريقه اللعب بقى، يتحول الى الشكل الهجومي اللي نهى بيه المباراه؟ هيلعب 4-2-3-1 على ما اعتقد. النادي الاهلي هيلعب هنا 4-2-3-1 الطريقه العاديه والتقليديه بتاعته. مش هيأمن نص الملعب بالشكل المبالغ فيه زي ما كان موجود في رادس، علشان يبقى ليه تواجد هجومي. لان خد بالك انت لو اديت للترجي فرصه انه يرجع في المباراه ممكن ما تعرفش ترجع تاني. يعني بمعنى لو مثلا مش عايز تخطف منك بالظبط، داخل في سبق مع حد تقول اسيبه يسبقني الاول وبعد كده ابقى اجيبه، لا ممكن في وقت من الاوقات ما تقدرش تجيبه. هي دي النقطه يعني. فالفكره كلها ان اضغط من الاول واحطه تحت ضغط واوصل له رساله ان انا لا انا هكسبك هنا كمان. انا هنا بدور على الهدف، مش بدافع، بامن الهدف اللي انا جبته. دي كلها حاجات نفسيه ومعنويه بتوصل للعيبه داخل الملعب. فعلى ما اعتقد النادي الاهلي يعني طول عمره بيدور على المكسب سواء جوه مصر او بره مصر. النهارده دور على المكسب بطريقه معينه وقدر يوصل لها. ذكاء انك توصله توصل المكسب بالطريقه الصح، الطريقه المناسبه اللي انت تحافظ بيها على شكلك وتقدر تسجل هدف. على ما اعتقد النادي الاهلي هيلعب مباراه العوده 4-2-3-1 الطبيعي بتاعه. قفشه هيبقى موجود في مركزه، هيلعب الاثنين الارتكاز ايا كان بقى اللي هيختارهم موسيماني. استغلال الفرص، ودي اهم حاجه، اهم نقطه. نص فرصه نص فرصة تخليك موجود في المباراة النهائية. واحنا شفنا النهاردة او تابعنا مباراة الوداد وكايزر تشيف، نتيجة 1-1 دي نتيجة ايجابية بالنسبة لكايزر تشيف. انا قبل ما ادخل الهواء كانت 1-0 للكايزر. 1-1 على ما اعتقد. خلص 1-1 على ما اعتقد. فكرونا كده يا شباب، انا كانت 1-1 1-1 1-1 فدي نتيجة ايجابية لكايزر تشيف. فبالنسبة للنادي الاهلي لو الامور وصلت بالشكل ده وانتهت بالشكل ده وفاز كايزر تشيف، هيبقى النهائي اهدى شويه. لو النادي الاهلي قدر يوصل للنهائي ان شاء الله، هيبقى بتلعب فرقه في المغرب في بلد عربيه وجمهورها هيبقى في صفك وفي سندك. طيب انا اسف. يبقى هي النتيجه زي ما انا كنت بقول لك 1-0 انتهى كايزر تشيفز 1-0. طيب لكايزر تشيفز. طيب فده كويس، ده كويس لكايزر تشيفز.